السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم وفاء من مجوهرات فاشين. كيف وعدتكم ديما غنبقى ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا، واليوم جبت لكم واحد لاشين بوندونتيف الجديد ديال بيجوتري فاشين. هاد لاشين بوندونتيف اللي كتجي على هاد الشكل هذا، كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم وفيها احسن اسم هو اسم الله. يعني الناس اللي كيبغوا هاد الستيل، حنا جبنا لكم هكا وكل واحد الذوق ديالو. بالنسبه لاشين على هاد الشكل هذا وفيها البوندونتيف، كنتمنى لاشين تكون واضحه بالنسبه لكم. والبوندونتيف فيها الله كتبان على هاد الشكل هذا وفيها حجرات بيان سيرتي اللي كيعطي واحد الجماليه ديال السلسله. هذيك اغلبيه الناس تيحضروا بها في الحضور، كنتمنى تكون واضحه لكم. دابا غادي نوريكم عن قرب كيفاش كتجي. بالنسبه لاشين بوندونتيف اللي اقترحت عليكم اليوم، كتجي على هذا الشكل هذا، كنتمنى تكون واضحه وباينه لكم مزيان. بوندونتيف على هذا الشكل هذا كتجي هكا، هنا فيها حجرات بيان سيرتي هكا من اللور ديالها. وبالنسبه للاشين ديال الاي بي كتكون على هذا الشكل هذا، فيها الطوله وفيها القصيره على حسب انت اشنو بغيتي. ومرحبا بكم، كنتمنى لارتيكل اللي اقترحت عليكم ينال الاعجاب ديالكم. دابا غادي نوري لكم كيفاش كتجي ملبوسه. وبالنسبه للسلسله كتجي على هذا الشكل هذا في اللبسه ديالها مع الفولاغ، يعني كتجي شي حاجه باينه، واخا يعني تهبطي عليها الفولاغ وكلشي كتبقى باينه وواضحه. كنتمنى تكون واضحه بالنسبه ليكم. هكا القد ديالها باش ما تقولوش راها كبيره، هكا في اليد يعني تتبان لك شحال شاده تقريبا من صبع باش يبان لك قداش البوندونتيف. حتى في الصدر هكا تتبان لك قداش شاده. وبالصحه والراحه، كنتمنى الاقتراح اللي اقترحت عليكم ينال الاعجاب ديالكم. وبالصحه والراحه.